هنا لازم أسجل وأكد إن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبدا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايما كل أهدافها إن هي تحافظ على أرضها وترابها دون أن تمس. وهنا برضو مهم أوي إن أنا أقول إن ده معناه إن الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس، هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز. وهنا عايز أقول في ظل الظروف اللي موجودة في المنطقة دلوقتي، وكلامي هنا لينا كلنا للعسكريين والمدنيين، مهم قوي مهم قوي انك انت وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة ولا تطغي، ما بقاش فيه طغيان، ما بقاش عندك أوهام بقوتك اللي موجودة. أنا بقولها لينا كلنا عشان يعني ساعات أسمع كده كلام يقولك مادام عندنا، يعني لا، أنت عندك عشان تدافع عن نفسك، عندك عشان تحمي بلدك، وعندك عشان تتعامل مع الظروف بعقل ورشد وأيضا بصبر. اوعى الغضب واوعى الحماسة، اوعى الغضب واوعى الحماسة تخليك تفكر أبدا بشكل تتجاوز فيه. أوضح أكتر، اوعى أوهام القوة، اوعى أو انتبه إن أوهام القوة تدفعك إنك تاخد قرار وتعمل إجراء تقول بعد كده إن أنا يعني ما كنتش دارس كويس، كنت مدفوع بغضبي، مدفوع بحماسة زيادة عن اللزوم. أنا بقول الكلام ده للقوات المسلحة وبقول الكلام ده لشعبنا المصري، احنا بنتعامل دايما مع كل الأزمات بعقل وصبر عشان نحقق كل شيء أو ما أمكن، يعني من غير ما يكون في تجاوز في استخدام القوة أو القدرات. يعني كان مهم أوي إن أنا أقول لكم الكلمتين دول في المناسبة ديت، في المناسبة ديت، وبالمناسبة الـ يعني التطورات اللي موجودة في قطاع غزة، اسمحوا لي أقول لكم إن إحنا بنقوم بدور إيجابي جدا جدا في احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهدئة الأمور والوصول إلى إيقاف لهذا الصراع، وأيضا للوقف للوقف يعني إطلاق النار بشكل أو بآخر.